بإنتاون اليوم رح نتعرف سوا على مفهوم جديد وكونسبت جديد لتاتو ريموفل او ازاله التاتو، ونحن بنعرف قد ايه هالامر عم يشكل مشكله لكثار من السيدات بلبنان اللي بيوقعوا بفخ تاتو مش راضيين عنه وما بيعرفوا كيف يتخلصوا منه. صاحبه هالكونسبت الجديد هي ضيفتنا اليوم، برحب بالسيده ليندا بارادي. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. شكرا كثير، صباح النور ليندا. شكرا كثير كثير. حضرتك انترناشونال ترينر، مدربه عالميه، اطلقتي او اخترعتي تكنيك واسلوب جديد لا تاتو ريموفل، وبنعرف انه بكل انحاء العالم بكل دول العالم عم بيواجهوا مشكله كبيره بهالامر، انه ما عم بيقدروا يزيلوا او يتخلصوا من التاتو 100%. شو هو هالمفهوم؟ شو هي هالكونسبت؟ شكرا. الكونسبت كله هو نيدلز وبرودكت وتكنيك. هلا عندنا الاف النساء ما يكون عندهم حواجب او نقص لون باللبس، صح انه البيرمننت ميك اب صار فيري فاشينبل وكثير مطلوب، بس يا ريت خاصة عنا بدول الشرق الاوسط يعني بالميدل ايست وعلى العالم. هلا صار يعني عن جد بيميو صار انترناشونال، بس اول ستيب اول شيء لازم بتمنى انه يعني they find a good PMU artist. بس للاسف التاتو مع السنين بيجي تري مال، يعني اللون بيتغير، يعني بيمر عليه الوقت بيصير لون مش حلوه. وللاسف لما بيوصلوا لهي الدرجه انه اللون صار ما حلو او الديزاين ما حلو، ما عندهم الا سيرجري او الليزر. ولما انا بعمل بي ام يو من 25 سنه ولاحظت انه لو ما لقينا اقرب وقت طريقه سيفتي بدون عمليه جراحيه بدون انستيزيك بدون ما نحرق الجلد او بنضيع الشعر الحواجب، حيصير مشكل في ال 21 22 سنتوري. يعني اليوم مدام بارادي التقنيات او الخيارات لا ازاله التاتو معروفه بالاسواق، بنسمع بالاسيد، بنسمع بالاسيد بالسالين سوليوشن بالليزر، والخيار الاخر هو الجراحه. وللاسف لما بتحرق الجلد بيعملوا لهم عمليه جراحيه. ولا وحده من هالخيارات عم تعطي نتائج كثير مهمه، يعني ما بتعطي 100%، بس او بتحرق او بتخلي سكارز او بتخلي كيلويد. لهيك انا كان بدي احاول، وعملت كثير ريسيرش بلابوراتوري واشتغلت مع اطباء وشيمستري وانجينير، يعني 10 سنوات عم باخذ شوفي على الماركت، تحضير وابحاث، تحضير وابحاث كثير وتستينج. يعني عملنا تستينج ممكن اكثر على 1000 سكين. من الفير سكين للبلاك سكين، عشان بنلاقي تكنيك سيفتي مع النيدلز اللي بتشتغل على كل الالوان مهما يكون احمر ابيض اصفر اخضر بدون سكارز وبدون سايد افكت. عارفين شوي بالتفاصيل مدام بارادي عن هالتقنيه او الاسلوب وكيف بيختلف عن الطرق والتقنيات الموجوده اليوم بالاسواق؟ البيج سيكريت او البيج انفيشن بهي التكنيك هي النيدل، نيدل 88 هي راوند سكوير نيدل، هي البرنسيبل تبع the round in the square أو the square in the round بالماتيماتيك، أنه لما بتحطي شيء سكوير على الجلدة ما بتفوت. بتحطي أي نيدل من 1 ل 50 لو بتكون round. هالأرقام هي بتدل على شو؟ حجم رأس 88 الإبرة؟ 88 بتطلع round square، ما بتفوت على الجلدة. إذا لما بنحط الإبرة على الجلدة it's only surf on the skin. Okay. And بتشتغل superficial على الإبيديرمس، ما بتفوت على الديرمس. الديرمس كتير غني بالكولاجين والفيبروبلاست. لو نعمل نيدلينج بأي راوند نيدل ولو تكون 20 أو 25 أو 30، ما بتوصل للطبقات العميقة وستيمولايت الكولاجين وبيصير في كولايد. ب 88 ما بتفوت على الديرمس. بنشتغل وإكسايد بس انبسطها شوي، يعني أفضل إنه نوصل للطبقات العميقة أفضل على السيرفس طول على السيرف، بس البرودكت بيعمل ابل للبيجمنت وبيظهروا من بيخرجوا من السكين، لانه البيرمننت ميك اب او التاتو بنعرف انه بينزل عدة طبقات بالبشره. البشره 2.2 ملم تبع الفيس سكين، لما بنحط البيجمنت اول مره 0.5 0.8 ملم، بعد 4 أسابيع 5 أسابيع بيصير ديب ان ذا ديرمس 1.5 1.8، خلص صار غامق. بس هو بيبين على سطح البشره، بس هو عن جد البيجمنت غامق كثير والدرمس كله مليان. لو بدنا نشيله
التكنيك القدام كان لازم يحطوا نيدل داخل الدرمس عشان بيعملوا شيميكال رياكشن، هي المقابله بين برودكت وبيجمنت. بس نحن هلا ما بنفوت النيدل داخل، النيدل بتقع. وهلا التكنيك هيدي هي الانفيشن وبتترك سكارينج وما هي اكزاكتلي طبعا، لانه يو ستيميليت كولاجين، وان يو ستيميليت ويذ نيدل كولاجين بيصير في كيلويد او ايبرتروفيك سكارز. هيدي ما بتفوت على الجلد، بتضل على سطح البشره، وهيدي الابره الخاصه اللي انت خاصة للتاتوري موبايل وبتضل على الطبقه الفوقيه من البشره إبيدرميس. ولكن فيها مواد بتسحب الكالورينج طبعا شو ما كان اللون، طبعا شو ما يكون اللون، هي لانه هي شيميك. نعم رياكت. رح نبلش نشوف الصور تناخذ فكره اوضح عن هالتكنيك الجديده، رح يبلشوا فيهم. هل هالبرودكت اللي بتستخدميها اف دي اي ابروفد؟ لانه هيدي اول علامه نحن بنفتش عليها. هو باللابوراتوري بنيويورك اف دي اي ابروفد، CPNP European Cosmetic Portal registered. In fact FDA regulated. لانه الكوزمتيك ما فينا نقول تحت اشراف، بس تحت اشراف الـ FDA، وهو FDA regulated CPNP registered كمان باوروبا. وعنده السيفتي داتا شيت، الام اس دي اي سيفتي داتا شيت والكومبوزيشن وكل شيء، والنيدل طبعا ستيريلايزد وكل شيء مسجل، كل شيء مسجل. ما فيك تعلمي العالم يعني وتروحي على امريكا بكل التفاصيل. بامريكا ما فيك تتعلمي وتبيعي اي برودكت لو ما اف دي اي ريجوليتد. نعم. عم بيحضروا لنا صور بعد. حكينا شوي عن النيدل رقم 88، هيدي قلنا هي اللي بيميزها يعني لهالتكنيك من خلال تكنيك البي ام يو، او هي بالبي ام يو. لا هي لما اخترعتها سبيشلي اونلي فور ذا تاتو ريموف، وبعدين لاحظنا انه ممكن تعمل كمان ايس ليبس وحاجات هيك للبي ام يو، بس هي اساسيا لما اخترعتها عشان التاتو ريموف. نعم. مدام باراديك، كثير من السيدات لجأوا لاماكن مراكز اخرى او مراكز تجميليه مختلفه حتى يشيلوا التاتو اللي عندهم اياها وما نجحت معهم، يعني بيبقى في سكارينج، بيبقى في علامات، يعني التاتو ملعوب فيه. هل في امل لهم كمان انه يلجأوا لهالتكنيك الجديده حتى It depend of kind, which kind of scarring they have. If they have keloid I cannot do nothing for them. If they have burn skin بالاسيد او سالين سوليوشن كمان ما فيني اعمل شيء. بس لو سكين ريبير 80% وبيرجعوا هاي التكنيك ممكن نساعد، لانه في نفس الوقت بيكون في تجدد سيلز اوف سكين. خلينا نحكي شوي عن انواع البشره، هل كل انواع البشره بتقدري تشتغلي عليها؟ وهل كل الوان الانك بتقدري تزليها كمان بهالتكنيك؟ طبعا من الفير سكين للبلاك سكين، اصعب سكين بالعالم ازيان وبلاك سكين. جلدها سوداء تبع ازيا لانه كثير رهيفه وفيري سنسيتيف. واسهل سكين راشن سكين، بنفكر انه اكثر ما فير سكين. فير سكين يعني بيفكروا انه لما تكون فير سكين بتكون سنسيتيف، لا احسن سكين فير سكين، اصعب سكين بلاك سكين. هي التكنيك لانه البي اتش تبع البرودكت 10، نحن عندنا البي اتش 7 هو نيوترال. اكثر ما نقرب على 7 اكثر ما يكون البرودكت حلو. لو طالعين كثير على 12 13 تو ماتش بيزك بيكون خطر للجلده، لو نقرب على الاسيد كمان بيكون خطر للجلده. ونحن البي اتش تبع البرودكت بي اتش 10 والموليكول تبعه 99% لانه 100% بيكون تبع المي، لانه في 50% مي والباقي كله فود اندستري وكوزمتيك اندستري موليكولز. لكم جلسه بحاجه الشخص حتى يتخلص من التاتو؟ او هل بتختلف حسب لون البشره؟ سؤال كثير حلو. هو مش اللون اللي بيعطينا كم سيشن، نحن التكنيك غير الليزر، هو الكميه ونوع وغمق البيجمنت بالجلده، الايج تبع التاتو والسرفاس كبير صغير مساحة. يعني حجم التاتو، حجم التاتو وعمر التاتو والغمق ونوع والديبنس اوف ذا بيجمنت بالجلده، هو بيخلينا بنعرف نعمل حصتين ثلاثه اربعه. في اوقات لو التاتو عمره 30 سنه وفي كم طبقات بيجمنت، لو هي عملته اربع خمس مرات ما فينا نعمله مرتين، ضروري بيكون جلسات. هالتكنيك تستعمل بس للبيرمننت ميك اب ريموفل او كمان التاتو موجود بكل مناطق الجسم؟ بكل مناطق بالبودي، يعني بالكوزمتيك. عند النساء والرجال كمان؟ طبعا عند النساء والرجال. عندنا نساء ورجال طبعا، في اماكن ما فينا نشيلهم، بس هيدي كل شيء بيتعلموه البروفيشنال بالكونفرنسز والشاتلز.
بس فينا نعمل البودي ونعمل بي ام يو. هلا في سكالب بيجمنتيشن صار كثير فاشنبل كمان في ريزلتات ما حلوين. سكالب بيجمنتيشن في كثير هلا صار فاشنبل سكالب بيجمنتيشن لون بيصير على اخضر بنشيله كمان. الاريولا لما اللون ما بيكون مزبوط بنشيلها كمان. فيري سيفتي فيري سموثلي فيري بدون ما بنخزق الجلده. التكنيك اتس نوينج صور هون بترجع لخبره الشخص اللي عم بيعمل هالتكنيك. هون السر بهالكونسبت ضروري يعني مش حيلا شخص ضروري بيقدر ضروري يعمل هالتكنيك وينجح ضروري فيها. بيكون عندهم يعني few years experience in PMU و patient لشغلهم ضروري البيشن. ما فينا نعمل ولا شيء بدون بيشن يعني طويل ويقدر يشتغل بدقة. بلشنا نشوف الصور هون مدام بارادي خبرينا هيدي ال 88 نيدل راوند سكوير هيدا التاتو ريموف هيدي الوحيده اللي بتشتغلوا فيها بهالتكنيك مش غيرها 88 عندنا وحده غيرها للايلاينر بس هيدي للبودي وللبي ام يو هي بسان بيترسبورغ بعطي كلاس هيدي بتركيا لا موسكو كونفرنس هيدي قبل وايميديتلي بعد بكاليفورنيا ماستر كلاس بكاليفورنيا هيدي ليبس وان سيشن لانه سام تايمز بيعملوا لهم ليبس اوفر صح بكبروا بكبروا بعدين بيندموا بفضلوا بيرجعوا على الناتشورال. هل في سايد افكتس او اثار جانبيه لهالتكنيك؟ السايد افكت بيكون او من الزبونه لو ما تحترم البوست اكت لو متابعه ما بتتابع البوست اكت بيكون في مشكله. لو بيقول لها ما بتروحي على البحر ما بتروح على الشمس ما بتحطي ميك اب حطي الافتر كير يعني على المنطقه اللي اشتغلناها لو ما بتحترم الارشادات التعليمات اللي لازم تتبعها ما حيكون في مشكل بس حتطول حتطول الافتر كير العلاج والشفاء وقت الشفاء اكزاكتلي معناه البروفيشنال لازم ريسبكت ذا بروتوكول والكلاينت كمان شي ماست ريسبكت التعليمات اللي بيعطي ضروري البروفيشن. خلينا نشوف هالفيديو تنتعرف اكثر على هالتقنيه. You can see girls from the cam from the screen it's working like a washing machine. As you can see it's surfing on the eyebrow. ما في دم نيدل ما بتفوت داخل السكن والاخضر اللي بتشوفيه عم يتخلط مع البرودكت لانه ابيض بيصير اخضر هيك. هي من الايرون اوكسيد الفيروس اللي جوا البيجمنت عم يظهر من الحواجب وعم تشوفي انه ما في دم ما في اذا في شعر على المنطقه ما بيشيلها ما بيأثر ولا شيء ما بيأثر ليش على الشعر. لانه بيج وجست سيرفينج اون ذا سكين هدول بيفور افتر وان سيشن يعني بس ريزلت ذات وي جيت وان سيشن كونتور يعني كل مناطق الوجه اللي نشغل عليها تاتو ممكن نستخدم هالتقنيه واي منطقه بالجسم كمان عليها تاتو. المنطقه الوحيده اللي انا بالشدل بقول لهم دونت تاتش ذا بريست بريست وومن بريست. هل في وجع بهالتقنيه؟ لا مش قصه وجع. اي ثينك ذا وومن بريست از فيري سنسيتيف بليس و it's just for prevention نعم. يعني ما اكيد مش اكثر من وضع التاتو مش راح توجع اكثر يعني it's نعم. just prevention والتكنيك تبعنا بنشتغلها بدون بنش نعم. ما بتحتاج بنش ابدا نعم. لانه النيدل ما بتفوت على الدرميس وي دونت تاتش ذا انترا درميس زون في فيها الريسبتور تبع الدرميس بتحس بس انه نيدل سيرفينج اون ذا سكين وما في انتعاش. شكرا لك مدام شكرا شكرا كثير فور يور انفيتيشن اند اول يور انتريستينج كويستشن. شكرا شكرا وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل خليكم معنا.